السلام عليكم اخواتاتي، كي راكم؟ غايه لاباس الحمد لله. معكم اسباس ميرا، مرحبا بكم في قناتي. غادي نجيب لكم اليوم وصفه كاطو اللي ما دارش بلا فوق، سهل وبنين بزاف. نسحق في هذه الوصفه غاليطه اي نوع. انا خيطت هذه الغاليطه، ها فوالا، اسمها بتي با. قرصه تاع كوفريت تاع ميسان يوغا، ها فوالا، قرصه تاع كوفريت حوالي كاوكاو محمص وهاكم مطحون شويه. انايا نديرها بالكاوكاو المالح، قلحت لها القشره وطحنته. الكاطو اللي ما يتمش نبغيه بالكاوكاو المالح. نسحق حسن باش نلمو الكاطو تاعنا، هنا حسن ولا نسلي ولا ياوغ ناتور ولا كونفيتور، نتوما واش تبغوا في الكاطو تاعكم. وغادي ندير معاها شويه تاع الكاكاو باش تقلع لي ديك الحلاوه عليها. قلت لكم هذا الكاطو نبغي ندير فيه الكاكاو ونبغي ندير فيه الكاكاو مالح. ونسحقو شوكولا نواغ، ولات مزيان نسحقو شوكولا نواغ. انا نبغي شوكولا نواغ باش تقلع لي ديك الحلاوه، نتوما لكم الاختيار. من بعد ما خلط كاع المكونات تاعي، الكاطو والكوفريت والكاكاو، قلت لهم الكاكاو شويه احسن احسن منزلي. غادي نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف، يجي شباب ليكم خدمه تاع الشل. وزدت لها واحد زوج مغارف حتى ثلاث مغارف تاع كونفيتور تاع مشمش، تجي شابه الذوق تاعها في هذا الكاطو. تبغوا ديروا غير الحسن ديروا غير الحسن، ولا يا اختنا تيغ ولا شوكولا. انا بغيت نخلط شويه الكونفيتور تعطي ذوق شباب. جبت البلاط تاعي، هذا البلاط تاعي، غادي ندلها ورق الزبدة ولا ورق الطه ولا كيس بلاستيك. انا هنا درت له كيس بلاستيك. غادي نفرغ هذا الخليط تاعي هنايا ونسقمه كاع بيدي ونخليه يبرد غاية، يبرد شوية يشد روحه، وندوب الشوكولا. نسقموها غاية باش متبرد، جهة طالعة وجهة هايبة. غادي نسقمها كاع غاية وندوب الشوكولا تاعي ونديرها من فوق. وهذه ما تجيكم ما ديروهاش تتلصق تتلصق، صافا حكمة روحها، ما تجيكمش كي النوقة. هنا دوبت الشوكولا تاعي بالمارين، غادي نزيد لها شوية تاع الحليب. بسم الله ما تخافوش منها، غادي تحسبوها خسرت لكم، تقولوا غير تحركوا تعاود تطلق. زيد لها الحليب حامي ولا الماء حامي اللي تكونوا درتو فيه المارين، بصح لا كنتو غادي ديرو في ليمون تاع سيليكون الشوكولا ما تزيدو لها والو. هاكا تطلق شويه باش تجيكم ساهله. نزيد شويه تاع الحليب، ندروك نفرغ الشوكولا تاعي فوق الخليط. بسم الله غادي نفرغ كاع الشوكولا ونسقمها ونديروها تبرد. نغطيها كاع ونديرها تبرد في الفريجيدار حوالي نص ساعه، تجمد لكم الشوكولا من بعد قطعوها. هاولا درت كاع الشوكولا تاعي، ديروها كيما هكا باش تتقدم. سينو الشوكولا تاعكم كانت شويه يابسه، ديروا شويه تاع نوات كوكو ولا شويه كاوكاو ولا شويه كوفريت. انا ندير في شويه كاع الكوفريت اللي كنت خليته، ولا نوات كوكو، ولا خلوها كيما هكا. فخليتوها كيما هكا كثروا الشوكولا. غادي كاع نديرها وندخلها في الجدار تبرد، من بعد نقطعوها في رحبة ان شاء الله. هنا الحلوه تاعنا من بعد ما جمدت الشوكولا، هذه راهي جامده شوكولا. غادي نقطعها كرويات ولا مثلثات كيما نتوما تبغوا، ولا مقرودات.
ونديرها في الكاسات ونوريها لكم. هذه كل كاطو تاعي كيفاش خرج، جا ما شاء الله جاي شهي، ان شاء الله تهيوها تعجبكم الوصفه. خلينا نربط لكم هنا من الضروري ديروا ورق الطهي مع ديك كي جا شباب. سيوها تعجبكم الوصفه، لا عجبكم الفيديو ديروا لي جيم، ديروا ابوني، ديروا كومونتير وسلام.